أول وصية أوصي بها نفسي وإياكم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في السر والعلن وفي جميع الأعمال والأقوال والاعتقادات. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. فالصواب ما كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص ما كان لله تعالى ولم يكن فيه للنفس أو لأي أحد من الناس شيئا، كما يروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم لا تجعل في عملي هذا لأحد من الناس شيئا. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دفع، أو علمنا أن نقول في دفع الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فكل هذا وذاك حرصا على الإخلاص وتجريد العمل لله سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك الإنسان في عمله أو قوله أو فعله أحدا أو شيئا من حطام الدنيا الفانية. فمن أخلص لله سبحانه وتعالى كان من المتقين. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن أخلص لله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل له القبول في الأرض وفي السماء، وهو الذي يحبه الله عز وجل وتحبه الملائكة ويحبه الموحدون الأولياء الصالحون، هو المخلص. فليجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص، ويحارب وساوس الشيطان وخواطره ووساوس النفس الأمارة بالسوء. ثم ثانيا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العاصم عند الفتن، لا عاصم غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ولزوم السنة يعني الابتعاد عن البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: فعليكم بسنتي، قال بعدها: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فلا سنة مع البدعة، كما أنه لا بدعة مع من لزم السنة كلها. وما أوحيت سنة إلا وأميتت بدعة، وما أوحيت بدعة إلا وأميتت سنة، كما قال السلف الصالح. ثالثا الابتعاد عن أهل البدع والتحزب أيا كانوا، قريبين كانوا أو بعيدين، قريبين كانوا من أهل السنة أو بعيدين منهم،
طالما أنهم أهل بدعة أو يجالسون أهل البدع أو يجالسون أهل الحزبية فلا هوادة معهم ولا جلوس معهم أبدا. واعلموا أن الدين وأن المنهج الصحيح لا يؤخذ بالعواطف المجردة عن الدليل وعن لزوم المنهج الصحيح، لأن من أهل التحزب من يدغدغ عواطف بعض الإخوان البعيدين نوعا ما من إخوانهم، فيخاطب عاطفة الشاب أو الرجل: أنا أحبك في الله وأنا بحبك شديد. لليلة أنا عندي شيخ كان درسني زمان، والله درست عنده سنين وكتب، وعرفنا المنهج بسببه. الآن بقى سروري كبير جدا، ولليلة برسل لي رسائل: أحبك شديد وأحبك شنو. فالإنسان ما يأبه لهذه الأمور يا جماعة. في بعض إخواننا الواحد لو قال أنا بحبك شديد وكذا وكذا ويرسل له وكذا وكذا في الخاص وفي العام وفي المجموعات، ويرسل له في الخاص بتاعه فيسبوك ولا واتساب ما عارف، تلقى طوال يقول لك: ده والله ده زول شيخ بتاع منهج، ده ما بتاع منهج، ده بتاع حب، ما عنده علاقة بالمنهج. انتبهوا للمسائل دي يا جماعة. وكلمة قالوها المشايخ من قبلية عجبتني شديد، إنه كل ما يعني الفتن تكتر والزمن يمضي ويتقدم، الفتن بتبقى أشد من الأول. شاكدة في الأثر: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فانتبهوا لهذه الأمور يا جماعة. وأهل البدع بقى يتلونوا، والله يتلونوا، بقى في ناس عاملين فيها لعيبة وسط. هم ما لعيبة وسط، هم حزبيين ومبتدعة. ليه؟ لأنه بيجالسوا أهل البدع فهم أهل بدع، بيجالسوا أهل الحزبية هم أهل بدع وأهل حزبية، لأنه الحزبية ذات بدع. ما يغشوكم يا جماعة، يقول لي يجي يقابلك أنت يمشي معاك الجامع يتكلم لك في التوحيد ويشوت البرعي ويشوت مين، وتلقاه جالس 20 سنة في محله في نص الشرك، ما حصل يوم يتكلم عن أهل الشرك، بس عشان قابلك أنت الزول السلفي النجيض النظيف دار يغشك. لأنه أهل البدع بيقوا همهم يا جماعة الكم، الكم دار يجمعوا الناس. فأهل البدع زمان هذا بيقوا يتلونوا أكثر من أي زمن آخر سبق فيما نعلم، تلونوا. فما يخدعوكم، وأعلم إنه المنهج ده ما محتاج لك، الإسلام والدين ما محتاج لك، أنت المحتاج له. لازم أنت المعلومة ده لو عرفتها ما بتغلبنا وتعذبنا معك ساكت ويوم جاءت تتلون. إذا عرفت إنه المنهج ده ما محتاج ليك، إذا عرفت الكلام ده أنت المحتاج له، بتثبت طوالي بتثبت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ربنا ما محتاج ليك، أنت المحتاج لهذا الدين ولهذا المنهج السلفي. وأعظم نعمة يا جماعة، أعظم نعمة وليس بعدها ولا معها ولا مثلها ولا يساويها نعمة أبدا، نعمة السلفية المنهج الصحيح. فكون أنت اتولدت أبوك وأمك مسلمين دي نعمة. في واحد مما قام لقى في البيت معلق الصليب والحيط كلها رسومات زي الاستوديو، قول له ده منو ده منو ده منو ده منو، معلقين لهم في الحيط نصراني مما قام، واحد مما قام يهودي، واحد مما قام من غرفة الولادة ذات معلقين صورة أبوك الشيخ المكاشفي، وأول ما طلع من بطن أمه يدوب درعوا له تميمة حجاب، صح ولا ما صح؟ وأول ما بقى يرضع بدل ما يرضعوا له ابن أمه جابوا له محاية من الشيخ وبخروا ببخرة قام، وتلقى عامل غلبة لليلة. فأنت في نعمة، مرقت من النصرانية، مرقت من اليهودية، مرقت من الشرك، مرقت من دين التصوف الباطل،
ومركت بعد كله من الجماعات الموجودة اللي بيسموها إسلامية، وأنا ما بتفق معهم في الاسم ده، لأن الإسلام ما بيغير الجماعات، الإسلام جماعة واحدة، لكن زي ما هم بيسموا، زي ما هم بيقولوا، مركت من الجماعات اللي بيسموها إسلامية دي كلها مركت معهم، منها مركت منها، لا بقيت أخو مسلم جنا حبر، لا بقيت أخو مسلم جنا عبد الحي يوسف، لا بقيت أخو مسلم جنا حمين صادق مين، لا كل ده مركت منه، لا مركت من حزب التحرير، مركت من حزب الأمة، مركت من غيره، مركت من أنصار السنة، كنت مع المركز الله هداك، دخلت وبعدك انت ضليت دخلت الإصلاح الله هداك، ده كله مركت منه. دي نعمة ولا ما نعمة؟ نعمة يا أخي، مش نحن ما بنقول دي من أعظم النعم، دي أعظم نعمة على الإطلاق. ربنا قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يعني التوحيد، إن كنتم صادقين. والله ده أعظم نعمة، حتى لو ربنا ما أداك قروش ما في حاجة، ولا تحزن ولا تزعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طمنك، قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حديث صحيح الألباني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق في أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فما تحزن الأرزاق والدنيا، وذاك بنى وذاك طار وذاك ركى وذاك اشترى وذاك فتح دكان وذاك اضنين ولبسن حاجات، ده كله ما تشتغل به، ما تشتغل بالهوس ده. انت عائل النعمة لله اداك ليه؟ اداك شنو؟ خلاك على أفضل منهج على وجه الأرض جاءت به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وماتوا عليه، وبعضهم ذبح، نبي ذبح من أجل هذا المنهج الذي وفقك الله تبارك وتعالى له. دكاترة وبروفات طفشوا من السودان، ده مثال بس، من هنا مشوا قروا في جامعة المدينة، واحدين كمان عاصروا وقت الألباني بالمناسبة، واحدين عاصروا العثيمين وقته، يعني بعد جلسوا لهم، جلسوا لهم ده موضوع تاني، وعاصروا وقت الشيخ بن باز، وعاصروا وقت الشيخ فلان، عاصروا علماء كبار جدا، وجونا من هناك أخوان مسلمين. أنت العلماء ديل كت ما شفتهم إلا في التلفزيون أو في اليوتيوب، صحيح ولا ما صحيح؟ والله هداك لدين الأنبياء والمرسلين ومنهج هؤلاء أجمعين، بالله أنت في نعمة ولا ما في نعمة؟ أيوة، طالما عرفت أنك في نعمة ما تلعب، ما تلعب. السلف فسروا الآيات التي جاءت في الاستقامة، فاستقم كما أمرت وغيرها من الآيات، قالوا استقاموا على دين الله ولم يروغوا روغان الثعالب، ما تلف وتدور يا أخي، منهج ده واحد أو ده واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الموضوع ده انتهى، ما في لعب تاني، ما ممكن يوم ظاهر لنا واحد مجرم عرفته يقوم يلعب على أخواننا، يمدحني ولا يمدح فلان ولا يمدح فلان، يقوم يقول له هو ده سلفي، ما سلفي أبدا، ما سلفي أبدا، ما سلفي، مش مدحنا، هو الدين ما نحن، الدين الكتاب والسنة، أفهم الكلام ده كويس؟ دي مسألة. المسألة الثانية اللولوة تحت الحزبيين، تلقى واحد يطعن في دعوة التوحيد كلها، وأخواننا يمشوا جوا جامعه جوا مسجده يتكلموا عن المكاشف اللي هو ما قادر يتكلم عنه في جامعه، في جامعه أنا بعني، ما قادر يتكلم عنه، يقوم يرد على أخواننا اللي يتكلموا في التوحيد، يقول ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، تبا لك، تبا لك ولا جماعة معك، ديل ديل دعاء التوحيد يا شيخ، تدافع عنهم وتدعو لهم بظهر الغيب، ولا تقعد تسبهم وتشتمهم، لأنه والله الذي لا إله غيره منهجك ما زي منهج هؤلاء السلفيين، وإن لبست عمة العزوة بتاعتها دقت مع السحاب وجات راجعة ثاني، برضو منهجك ما زيهم. ليه؟ لأنه عندنا قاعدة وضع الرسول يا جماعة،
في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة. الكلام ده قالوا منه؟ قالوا الرسول يا ناس. ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وفي تنبيه دار نبه لأخواننا يا ناس، ما أي ذول بيجالس ويناظر ويناقش، أي ذول لا في الشارع ده أو ده أو ده أو ذاك، أي ذول بس نمسك ونعمل معه مناظرة أو نعقد معه جلسة عشان بكرة يعمل فيها بطل ويطلع فوق، وأنا وقلت لهم وقالوا لي وقلت لهم وقالوا لي، يلقى الموضوع يتم به 3 سنة. ما أي ذول بيناقش ولا أي ذول بيجالس للمناظرة ولا للمناقشة. أفهموا المسألة دي، ما أي ذول. هذا الإخوة قال لي اجلس مع فلان طلع مقطع دافع عنك وانت رديت عليه، تجلس معه ورايك شنو؟ أخ فاضل من أخواننا، ما بجلس معه لحد ما يتوب من البدع والحزبين اللي في معهم. مين ما عارف ذاك بتاع الله ذاك شرق النيل ومين ومين ومين، ناس سجمانين ومرضانين ديل جلساؤه، ما أجلس معه ولا بشوف وشه، وشه ما بشوفه لحد ما يتوب منه. مش يتوب جوا اللوضة، مش جوا اللوضة، يتوب ويتبرأ منه. اتبرأ من مين؟ كبوشية. اتبرأ من مين؟ خالد عبد اللطيف. اتبرأ من مين؟ العقد لي. هؤلاء ضلال. أعلم والدليل ربنا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والواو دي للمغايرة، كل واحد براء، ما بتغني واحدة عن واحدة. تابوا ما بتغني عن أصلحوا، أصلحوا ما بتغني عن تابوا، تابوا وأصلحوا الاثنين ما بيغنوا عن بينوا، لابد من الثلاثة مع بعض. ما ده كلام الله، ولا كيف يفهم كلام الله سبحانه وتعالى بغير فهم السلف الصالح؟ يا ناس انتوا على الأمر العتيق، ما تضيع زمنك وما تضيع منهجك ودينك الربنا أداك له. والله أنا كل ما أتأمل إنه ربنا هدانا لهذا المنهج وضل عنه ناس مشوا قروا 20 سنة، 20 سنة في المدينة، واحدين 30 سنة و35 سنة قروا في المدينة، وجوا أخوان مسلمين كله، دكتور عواري، دكتور خالد، دكتور ود البلة، دكتور عبد الكريم، دكتور محمد الامين اسماعيل، دكتور دكاترة ولا ما دكاترة، بس طلع الدال دي برا وافتح الغوص واحشرهم جوا، كلهم كلهم دكاترة. واحد فيهم نافع؟ انا بسألك بالله، في واحد فيهم نافع؟ طيب ديل ديل قروا وين؟ مش معناته المدينة كعبة يا جماعة، لا انا ما قلت كده، لكن بقول لك شوف ديل ربنا انعم عليهم يا نعمة وجوا ضالين. وانت ما مشيت وقد تكون عمره ساكت ما مشيت، والله هداك قاعد في مبده، والله هداك قاعد في انغولا، والله هداك قاعد وين شرق وين، الله هداك. بالله دي ما نعمه انت بس تقعد تخوت يدك تفكر فيها؟ ما عندك اي حاجه، وقد يكون عندك جلابيه واحده ذات تغسلها وتنتظرها تنشف، تكون واقف اداره داخليه جنبها وتلبسها ثاني، والله هداك. انت ما زيدك، دي نعمه ولا ما نعمه يا ناس؟ نعمه. بعد ابتليت بالفقر افرح، انت في اعظم نعمه. ابتليت بزوجه سيئه الخلق افرح، انت في اعظم نعمه، نعمه الدين. ابتليت بكراعك اليمين مكسره بتمشي بواحده، عينك مطفيه، الاثنين ما فيشات، انت في اعظم نعمه، نعمه الدين. بس انا الدائر حاجه واحده، مات الرغر وغان الثعالب. السلف وضعوا قواعد ذكرها المشايخ شيخ ابو بكر وشيخ احمد وشيخ ادم وغيرهم، قواعد. ابن سيرين قال شنو؟ قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ واضح. كثير من الشباب الواحد ما بينظر عمن يأخذ دينه، بس فلان ده لأنه بيحبني شديد وعامل معي علاقة شديد يقول لك ده نمشي نجلس له. طيب الجزمة اللي لابسها دي شبشب مقاس 42، هل مشيت السوق غمضت عينك ومن الرف كف شلته ولبسته؟ ولا لفيت؟ طيب الدين ده ما داير في التيش يا ناس، جزمة تفتش فيها والدين ما تفتش فيه؟ جزمة تفتش فيها ما تخجل، طماطم رسلتك أمك طماطم لا في له 45 دقيقة، الدين بس تأخذ ساجد. فانتبهوا يا شباب ويا إخوان يا فاضل، انتبهوا. والفتى اللي لسه جاياكم الفاد والله أنا شايفه هين، الشغل ده جايكم قدام لسه، كل ما تمشي قدام، لأنه قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فتن جاية، لو أنت ما على الأمر العتيق وعارف قواعد السلف المستنبطة من القرآن والسنة
فأبشر ثم أبشر بالضلال والضياع والبدعة والانحراف. أبشر، لازم تكون متمسك بقواعد السلف والصحابة اللي وضعوها. السلف كان بيشوف فلان قاعد مع منو؟ مع فلان، طوال انتهى فلان خلاص. ما بيقول لك لا امشي اساله. ده ما عند السلف كان ما في، زول قاعد مع ناس مجرمين مع قدرية، قال هو شنو؟ قدري. قاعد مع الخوارج، خارجي. شفت كيف؟ وفي واحدين تنبئ بهم وما جو ذاته، لكن رئيسهم جه. منو ده؟ زول خويصرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من صيصي وضيضي هذا قوم يقرؤون القرآن إلى آخره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لسه من ضيضه ما جو، لسه النبي صلى الله عليه وسلم حذر، لأنه ديل اتبع الرجل ده معاه، بيجوا معاه بيحضروا له دروس وكذا، ديل معاه طوالي، حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، إذا كان أي خطبة كما قال الإمام مقبل رحمه الله وموعظة للنبي عليه الصلاة والسلام يبداها إن الحمد لله نحمده ونستعينه، رواية نستهديه ضعيفة، إلى أن يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي خطبة. يبقى الموضوع ده خطير ولا ما خطير؟ والصحابة ما فيهم زول مبتدع، والخطب دي كانت للصحابة الما فيهم زول مبتدع. نحن الليلة في مبتدعة في مجتمعنا ده ولا ما في؟ هم ذيل الأغلبية العظمى الساحقة المبتدعة. يلا ده بيوريك إنه النبي عليه الصلاة والسلام يورينا إنه موضوع البدع وأهل البدع، لأنه ما في بدع بتقوم كده في الحيطة، البدع بيقوم بشر، ناس عندهم اضنين ونخر وكل شيء، ديل هم اللي بيجيبوا البدع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحذر من البدع ومن أهل البدع في كل خطبة. معناته الموضوع ده خطير ولا ما خطير؟ خطير. يبقى أنت لابد تنتبه. ما أي زول جاك الليلة بس جاري مدح فلان ولا سوى ولا بتاع، أنت تقوم جاري. انتبهوا يا شباب، يعني والله دار لكم الخير. وأحيانا الكلام بيكون حار، لكن الحق أحيانا بيكون مر، زي ما قال أبو ذر: أوصاني خليلي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، إلى أن قال: وأن أقول الحق ولو كان مرا. نحن دايرين لك الخير، عشان كده بنقول لك الكلام المر والكلام الحار. المسألة الرابعة بعد هذه الثلاث مسائل: عليكم بالتآخي والتوادد مع بعض وعدم التحاسد والتدابر والتباغض فيما بيننا جميعا. أخوك لو ربنا أداه نعمة أسأل الله يزيده، وأسأل ربنا سبحانه وتعالى الأعطاك الأعطاء يعطيك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. كذلك عدم الشتائم فيما بيننا، وبالذات مع ظهور الواتساب والفيسبوك والحياة دي، تلقى ما أقول كل المجموعات لكن بعضهم، وأنا ما خشي بمجموعة من ديل، لكن بعضهم تلقاهم شنو يتناقشوا في مسألة، ناس من الأخوان في مسألة، بعد شوية تدور مشكلة من مسألة تتقلب شنو مشكلة، بعد شوية شتيمة، فلان داك مبتدع، فلان داك يتكلم، فلان داك سوى، بعد شيء هم يشاتموا، يخلوا المبتدع ويشاتموا السلبي مع السلبي. شوف ابليس كيف ساقهم ونقلهم نقله ذاته عجيبه، خلاص فتح لهم موضوع بتاع الدين، وكل واحد من الطرفين نيته في البدايه انه يدافع عن شنو؟ عن المنهج، ونيته يرد على المبتدع، بعد شويه الاثنين الطرفين خلوا المبتدع وشتموا بعض، ده ما من الدين. وسباب المسلم فسوق. هل في الواتساب برضه يعتبر فسوق؟ الحديث ده بيخش في الواتساب ولا ما بيخش؟ بيخش في الواتساب وبيخش الفيسبوك برضه، الحديث ذاته. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فانتبهوا برضه للمسائل أيها الإخوة الفضلاء. لكن أخطر من السباب والشتائم
أخطر منها الفتوى والقول على الله بغير علم. يا جماعة نحن ما علماء، أنا قدامك ده ما عالم أبدا، ولا حصل حلمت في النوم إنه أنا ذا عالم، والله ما حصل، ولا واحد من أخوانا ذا الشت عالم، ولا أنت ذاك ما عالم، عشان ما نكذب على بعض، كلنا ما علماء. بنحفظ آية نفهمها فهم السلف بنبلغها لأهلنا، بس ده موضوعنا نحن، والموضوع ده عاجبنا جدا جدا، لأنه ده درب الصحابة، وده أعلم الأمة الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فطالما نحن كلنا ما علماء، ما ممكن ناس زول سوالي مجموعة في الواتساب ويقول لك أمير ولا إيش بسموه شنو؟ مشرف المجموعة. أنت مشرف المجموعة، أنت ما رئيس هيئة كبار العلماء، أنت لابد تفرق بين الاثنين ديل، دي براء ودي براء. أنت مجموعتك دي 18 جنيه بتاع رصيد بتاع قريبة، بس موضوع موضوعك كله. ما أنت ما من هيئة كبار العلماء، أو أنت من علمائنا الكبار، عشان تقعد تفتي هذا ضال وهذا مبتدع وهذا حلال وهذا حرام، وكلامك كله حرام. ليه؟ لأنه قول على الله بغير علم. أنا بتكلم عن منو؟ ما عن الزول اللي بيقول بحق يا جماعة، أنا بتكلم عن الزول اللي بيفتي بالباطل. حاصل ولا ما حاصل؟ فيه، اتقوا الله. ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله اليوم تموت ويدخلوك القبر جوا تذكر الكلام ده كله، كله تذكر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وده من الظلم ذاته، تقول على الله بغير علم وتفتري على أهل العلم، ده ظلم كبير. فلابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا نقول في الدين فيما لا نعلم بما لا نعلم، وأن نتعود ونعود ألسنتنا وقلوبنا قول الله أعلم، لا أدري، لا أعرف، لا أعلم، وأن نتعود بالرجوع إلى العلماء، نتعود على الكلام، ونفسك ما تشيله. يعني مثلا انت حيبسط لك الأربعين النووية كلها، ما معناته ما بترجع للعلم، أصلا ما معناته. الصحابة حديث الصحيحين جول النبي عليه الصلاة والسلام وحكوا له مسألة، قالوا فاستفتينا أهل العلم، يعني سألوا أعلم الصحابة. بعد ذاك برضو تاني جول يا جماعة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما اكتفوا إلى أن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فاكتفوا بذلك. فالصحابة يعلمون الرجوع إلى من هو أعلم. معاذ بن جبل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ، يسبق العلماء برتوة معاذ. بعد ده يقول لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله يا معاذ؟ قال أعلم الأمة بالحلال والحرام. قال شنو؟ الله ورسوله أعلم. الملائكة، ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ده أدب نتأدب ونتعلم. ما عملت مجموعة بتاعت واتساب وإنت المشرف بتاعه، معناته أنت هيئة كبار العلماء بتاع المجموعة، أنت ما عندك أي حاجة خالص. أزول يأدب نفسه يربي نفسه. وصية أخرى، لابد من التأدب والأدب مع معلميك. الزول اللي بيعلمك وبيدرسك كتاب في التوحيد في غيره، في الفقه في غيره، وهو أعلم منك أيا كان، لابد تحترمه، لابد تحترمه. ما تجعله معاك راس براس تجادله وتسبه وتتناقر معاه وتتجادل معاه، دي قلة أدب، تدل على عدم التربية التي خرج منها هذا الشاب المستقيم في جوانب ولم يستقم في هذه الجوانب. ده بيدل انه اصلا طالع من بيت هو ما مربى بجد، يعني للاسف الشديد. فزول يتادب، وبقدر ادبك وحسن خلقك ربنا سبحانه وتعالى بيرفعك. وان المؤمن ليدرك بحسن خلقه
درجة الصائم القائم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علينا جميعا أنا وأنتم بالاجتهاد في العبادة. يعني ديننا ما يكون كلام وعظ وإرشاد، يدوك المايك تتكلم 17 ساعة وما عندك شيء من الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: أنت تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالإنسان يكون عنده نصيب من الطاعة وحظ من القرآن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تذكر في محلك قاعد في نفسك جوا، تذكر الله عز وجل، ما بزول حاس بك في الشارع مع الإخوان في غيره في جلسة تذكر الله. صحابة قالوا: كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة في جلسة واحدة. بس من هو؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وكان يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. يتوب إلى الله عز وجل، هو ربنا غفر له ذنوبه الورى والقدام كله. نحن كيف مع التبرج الحاصل والنساء العاريات الكاسيات والفتن والغيبة والكذب في الأسواق وغيره وغيره وغيره، نحن محتاجين للكلام لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. معليش لو طولت، وجزاكم الله خير، بارك الله فيك. أيوة شيخ، في زول عنده سؤال؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ذكر الأخ قبل قليل شيخ آدم جزاه الله خيرا، وأشار إشارة سريعة على فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن ابن الأشعث، وذكر وإن السؤال: قلت بعض حمقاء الناس وسفلائهم لو سمعوا بهذه الفتنة وسمعوا القصة كاملة وما عمله بعض العلماء رحمهم الله تعالى، كما إذ خرج كل من الحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو عامر الشعبي رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني افتتنوا بهم وافتتنوا بهذا الأمر وجعلوه حجة لجواز الخروج على الحكام، أو جعلوه ذريعة لسب العلماء، أو فأرضوا من الشيخ أن يرد على هؤلاء. السؤال الثاني: أني في منطقة التي أسكن فيها تناقشت مع الإخوة، وأحسبه والله حسيبه أنه من السلفيين، ولكنه كنا نتناقش في عن شيخ أو المعروف بالشعراوي محمد متولي الشعراوي، أوضحت له أن منهج الأشاعرة منهج باطل وخاطئ لأنهم يعطلون الصفات وغير ذلك مما أنتم تعلمون، فأخذ لي يهذي ويقول أن من هناك علماء كبار كالبيهقي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله كانوا أشاعرة، وأحز يحتج بذلك ليصحح لي مذهب الأشاعرة، أو يقول أن محمد بن تولي الشعراوي كان مفسرا وأصبح يعدد لي بعض فضائله. فقلت له أن هؤلاء البيهقي ابن حجر أن كتبهم قد قوبلت بالقبول، قلت له مرة أخرى أن هذا لا يعني أن هؤلاء العلماء لا يخطئون، وربما قد أخطأوا في ذلك، وليس هذا معناه أن هذا أو هذه البدعة صحيحة حتى ولو فعل أي إنسان، فأرجو من الشيخ بر أيضا أن يبين ذلك، جزاكم الله خيرا. أنا ما فهمت يعني المقصود من الأسئلة، لكن بحاول أبين غاية بقدر ما فهمته. خروج بعض السلف على بعض الحكام ما دليل على جواز الخروج أيا كانوا فلان وفلان وفلان علان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح صحيح مسلم، الحديث الأول أيضا صحيح مسلم، قال: اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، إلى غيرها من النصوص. فبعد لو خرج أي إنسان حتى لو كان صالح خرج على الحاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تخرج، خلاص نأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونترك فعل وكلام أي أحد من الناس كائنا من كان، طالما خالف فعله أو كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة بعض الأخطاء الموجودة عند ابن حجر والنووي والبيهقي وكذا عليهم رحمة الله، دي أخطاء العلماء ردوا على أخطاء ما تركوهم، لكن اعتذروا لهم وما بدعوهم لاعتبارات كثيرة جدا. يعني من أفضل من سمعت أنه ذكرها الشيخ الإمام مقبل رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ العلامة بن باز، والشيخ الجامي رحمه الله، والشيخ كذلك الفوزان حفظه الله، وغير من العلماء والمشايخ ذكروا اعتبارات لهؤلاء أنهم خدموا الإسلام خدمة عظيمة، وإنهم ما تبين لهم الحق، ولو تبين لهم خلاف ما قالوا من الخطأ لرجعوا، وده يعرفوا من خلال كتبهم اللي كتبوها، وإنهم ما أصحاب أهواء، يعني ما ركبوا البدع دي هوى. الآن تلقى زور راس البدعة تنصح، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف، قال الصحابة، قال الإمام فلان، قال الإمام فلان، قال الإمام فلان، يقول لك ما داير، ده عنده عذر؟ ده ما عنده عذر، لكن ديك ما وجدوا في هذه المسائل التي أخطأوا فيها ما وجدوا خلاف ذلك من الحق، ولو وجدوه لأخذوا. عرفوا من وين العلماء إنه لو وجدوا لأخذوا الحق؟ من كلامهم، نازل كانوا وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى، فلذلك اعتذروا لهم، وما اعتذروا لغيرهم من أهل البدع، ناس معبد الجوهني والجعد بن درهم وغيرهم، ما اعتذروا لهم ليه؟ لأنه ذي أصلا أصحاب أهواء وردوا عليهم بالحق والروم الأدلة ورفضوا. عرفت الكلام ده كيف؟ فذي اعتذروا لهم، وذي الأئمة أعلام، وبعد ما إنهم أئمة أعلام ما سامحوهم في الخطأ، ردوا على شنو يا جماعة؟ على الخطأ. الشعراوي صوفي قبوري يدعو إلى عبادة القبور، وهو أيضا من الذين يعبدون تلك القبور، وينكر أن الله سبحانه وتعالى في السماء، ويجوز البناء بناء القباب والأضرحة، وقال الدليل الأزهر موجود، قال ده الدليل الأزهر موجود، موجود بتاع شنو؟ الأزهر مقدود، الأدلة في الكتاب والسنة كلها صريحة على حرمة البناء على القبر ولو كان طوبة واحدة، ولو كان طوبة واحدة، خليه تبني وتوصل له كهرباء وعداد والجماعة يتبركوا ويتدردقوا والنساوين يسفوا التراب، خلي الموضوع ده. وبينكر عذاب القبر برضه، متولي الشعراوي نعم، مزبلة بتاعت بدع، لكن في ناس ما بيرضوا لأنه جابوه في التلفزيون، بس ده الموضوع كله، والله والله غير دي حجة ما عنده، بس لأنه بيشوفه في التلفزيون تطح لهم في الكرسي كده، خلاص ده عالم، ما عنده أي حاجة غير طاقته اللابسة دي، ما عنده أي شيء، دول مبتدع ضال يا أخي، ضال مضل كمان، ويحقد على المنهج السلفي، حقد دفين هذا الرجل، ويحقد على التوحيد وأهل التوحيد، الرجل المجرم ده، لكن الناس بس لأنه بيجيبوه في التلفزيون بعد المسلسل طوالي قالوا ده عالم، أوس كله ده جلسة ساكت. في أخ فاضل جزاه الله خير يقول إنه أنا ما أدرس اسم الله الأخ الزول المكتوب هنا ده لأسباب، يعني قال إنه الرجل هذا عنده تسجيل، قال ما أردت ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، ما على العموم، وفصل هو الإرادة وقصده ما واضح، جابنا بأسماء عديل وذكر إنه ديل جهلة وما عندهم علم، المهم معنى كلامه، وفي النهاية قال ديل ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، ما يقول ما قصدت كده والعموم فصل، يقول أنا قصدت وتبت، ما هو كلام واضح. زول قال لك أعور أنت يا مزمل ابن فلان، ده ما فيه لولو، يقول لك معليش أنا آسف دي بنقبلها، لكن يقول لا والعموم والخصوص ده كلام فاضي وده كذب يا ناس. خلي ده، ده خليه كله، اتكلم عن أخواننا أنهم جهلة، عرفهم كيف؟ ده سؤال، خلي بتاع أفسدوها، ده عرفوا كيف؟ ده كلام باطل ولا ما باطل؟ باطل. بعدين احنا ما قلنا علماء، احنا بندعو إلى ما نعلم ولا نتكلم فيما لا نعلم، أنت مالك معنا؟ شغالين توحيد، مش أنا، أخواننا ديل دعاة توحيد، شغالين بدعوة التوحيد وبيحاربوا في الصوفية دعاة الشرك وبينشروا في السنة وبيحاربوا الأخوان المسلمين وفي الحزبين، أنت أصلا لو سلفي
ولو ما خطيت يدك في يدهم يا أخي خلوهم يسلموا من لسانك، صحيح ولا ما صحيح؟ دي أقل شيء بالمناسبة تفعله. أضف إلى ذلك أن أخواننا صغات عندنا أكثر منه، هو ما صغ عندنا، صغات عندنا مشوا جامعة الزول ده ذاته في المناقل هناك جوا الجامع حقه وهو قاعد يتكلم بالتوحيد، حصل ولا ما حصل؟ أخواننا ناس مجاهدوا على همة، قلت لهم أنتوا تكلمتوا فيه وقالوا والله ما جبنا سيرته، بس في التوحيد وفي الصوفية وفي المكاشف وفي البرعي، قام رد عليهم. ده تسميه شنو؟ ده تسميه شنو؟ أنا لو لقيت أخوي سلفي بيتكلم في التوحيد وواقف في مجتمع بتاع تصوف ولا غيره، والله أقف معه، أقف معه بكل ما أملك. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أو مظلوما. بعدين إحنا الرجل بنشوف حاله في دعوته، ما حاله لما يكون معي أنا مقابلني شخصيا أو يمشي معي أنا ويتكلم في الحق، لا نشوف حاله في دعوته عموم دعوته. وين الدعوة؟ وين عداو لأولئك دعاة الشرك عباد القبور وعداو أولئك له؟ ده برضو ننظر له ونشوفه. فيا ناس الشيء الواضح واضح، وأنا لا يمكن أساوي مثل هذا الرجل بأمثال أخواننا الفضلاء شغالين دعوة التوحيد واضحة أوضح من الشمس اللي بتفقع بالنهار، واضحة جدا جدا والله، دعوة لا فيها لبس لا فيها غموض لا فيها لولوة لا فيها كمكمة، ودعوة واضحة. واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة. لكن بعد ده أخواننا ذا المخلصين لله مرائين، ده شيء يعلم ربنا إحنا ما بنعلم، لكن الدعوة الواضحة دي والله دي أوضح دعوة وجدناها على وجه الأرض في هذا العصر الحديث، أوضح دعوة وجدناها على وجه الأرض دعوة أخواننا ذي حلقات في أم درمان، في حمد النيل، في جامعة أم درمان الإسلامية، في السوق المركز الخرطوم، في الحاج يوسف سوق ستة، دروس في المساجد وين 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 وين، معهد، شغل واضح واضح. وريني منو من أهل البدع اللي ما تكلموا فيه، وريني من دعوة واضحة. ديل هم الإخوان على المنهج الصحيح على الصراط المستقيم، نحسبهم والله حسيبهم ولا يزكى على الله أحد. جزاكم الله خير.